بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. حتى عندما يتثاءب المارد تنطلق الأعاصير. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء اليوم من ملك وكتابة. تثاؤب المارد وانطلاق الأعاصير. خير، الجو اليومين اللي فاتوا دول كان فيه نوات، بس الناس مش فاهمه. اصل الاهلي كان بيتثاءب ويتمطى لينطلق. دليل على ان عصير تثاؤب الاهلي اصابت بعض الضعاف في صميم وجدانهم. هذا الهراء الذي ينطلق، وهذا الكلام المحموم الذي يصوبونه الى الاهلي ورجاله وسياساته. ايه الرعب اللي انتوا فيه ده؟ ده احنا ما عملناش حاجه لسه. احنا لسه ما عملناش حاجه، لكن فيه خمسه عناوين مهمه. والان انتبهوا ايها الساده. المنطق التائه بين القوه والنتائج. الجحيم هو الاخرون. الف مبروك والدور على المقصه. والقصة والمشكلة والأزمة، الإصابات، اللغز والحقيقة، وأخيرا المجري، قطار الشرق السريع.